صباح الخير عبد الله من جديد. صباح الخير من جديد كاتي ولانا. أنا الآن لا زلت موجود في حرم جامعة موتى وتحديدا من موقع الاحتفال أو افتتاح المؤتمر الوطني الثالث للغذاء والدواء الذي سيفتتح بعد دقائق من الآن. وهذا المؤتمر يعني تحت عنوان الأمن الغذائي والدوائي. للمزيد عن هذا المؤتمر وعن أهدافه ومحاوره يسرنا أن يكون معنا الدكتور نزار مهيدات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. أسعد الله صباحك دكتور. صباح الورد يا سيدي، الله يهنيك. دكتور، المؤتمر الغذاء والدواء، ويعني كما نعلم جميعا أن الغذاء والدواء من أهم الأشياء في حياتنا، فلذلك يعني هذا المؤتمر في كثير من المحاور الهامة التي ستناقش ما يخص هذا هذا الموضوع. تحدثنا عن المؤتمر وأهدافه والمحاور التي ستناقشها خلال هذا المؤتمر. سيدي، بالنسبة للمؤتمر هي يعني ظاهرة غير مسبوقة أن يتم عقد مؤتمر خارج حدود المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ارتئينا أن يكون هنالك خدمة مجتمعية، والخدمة المجتمعية بالمناسبة ليست خدمة أفراد بل يمكن أن تكون خدمة مؤسسات. لذلك حفاظا على التشاركية ما بيننا وما بين القطاع الأكاديمي في الأردن، ارتئينا أن يكون مؤتمر الغذاء والدواء الثالث على أرض المؤتة، أرض الكرك. نطلق هذا المؤتمر اليوم، وأيضا نبحث في سبل تأمين الدواء والغذاء الآمن للمواطن الأردني، وطبعا بالتشاركية الحقيقية مع القطاع الخاص كمصنعين أغذية أو دواء. ويعني هاي سلع أساسية ضرورية، ولا بد من إعطائها أهمية كبيرة جدا للمحافظة على ديمومتها من ناحية مخزون، وأيضا للحفاظ على مأمونيتها في الاستخدام. فالمؤتمر جاء اليوم بالتشاركية مع جامعة مؤتة، وبالمناسبة سيكون هنالك استخدام أمثل لمختبرات الجامعة لفحص عينات الأغذية من الأسواق المحيطة كإقليم الجنوب. وأيضا ضمن الاتفاقية الموقعة مع جامعة مؤتة سيكون هنالك جزء كبير من الرسوم التي تدفع على هذه الفحوص لصالح الجامعة ولصالح الموظفين القائمين على أمور تحليل هذه العينات. المحاور دكتور اللي راح نناقش هذا المؤتمر، المحاور الرئيسية هي محورين، محور الغذاء ومحور الدواء. الهدف الرئيسي دراسة واقع حال للصناعات الغذائية وسبل تطويرها، وأيضا البروتوكولات الجديدة العالمية اللي يعني بواسطتها ممكن أن يكون تحقيق لمأمونية استخدام هذه الأغذية، بالإضافة إلى يعني الصناعات الدوائية الوطنية وسبل تحسينها لإحراز وفر ومخزون استراتيجي على المستوى الوطني، وأيضا تعزيز للصادرات في كلا الجانبين سواء كان الغذائي أو الدوائي. دكتور، يعني المشاركون يعني من أكثر من مؤسسة، في كانت أكاديمية أو بحثية أو جامعات، فكيف ممكن هذه المؤسسات بالتشارك هذا إنه بتأمين الغذاء والدواء والخروج بتوصيات ممكن أنها تكون يعني تؤمن غذائنا ودوائنا؟ سيدي، هنالك تبادل حقيقي ما بين الخبرات الموجودة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجامعات الأردنية بشكل عام، سواء كانت الجامعات العامة أو الخاصة، في مجال البحث والتطوير، وهذا شيء استراتيجي بنعتمد عليه كثير، إضافة إلى تشاركي في الأعمال اللجان الفنية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. هنالك العديد من الأعضاء اللي بيكونوا مستقطبين من الجامعات العامة والخاصة، فسبل التعاون موجود لكن بحاجة إلى تجويد وتعظيم أيضا كناحية تشاركية في المصلحة العامة والوطنية بالنهاية. دكتور نزار مهيدات مدير عام مؤسسة العام للغذاء والدواء، شكرا جزيلا لك. نعم كاتي ولانا، يعني بعد قليل سيكون افتتاح هذا المؤتمر برعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية، وهذا يعني بمشاركة العديد من الخبراء في هذا المجال من أجل طبعا تبادل الخبرات في مجال الغذاء والدواء.
ويسعد صباحكم، إن شاء الله سيكون لنا تغطية لهذا المؤتمر في نشرات الأخبار.